أنا جاي أرمي دلوقتي الرمية الكبرى ب7 حصيات أنا وزوجتي، والحمد لله ربنا وفقنا بإتمام الحج إن شاء الله. الحمد لله رغم الحر ورغم المصاعب في شدة الحر ربنا وفقنا وقدر المسلمين جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يكرم كل مشتاق وكل من يرغب في أداء هذه الشعيرة بإذن الله يكرمه ربنا ويوفقه بإذن الله تعالى. الحمد لله كلنا في سعادة وفي فرح لأننا نؤدي المناسك بفضل الله سبحانه وتعالى رغم حرارة الجو، ولكن الأجر على قدر المشقة.